مرحبا بكم اخوتي عاوتاني في فيديو اخر جديد. وصلنا لواحد المنطقة جميلة جدا جبلية، وهنايا كما تتشوفوا هنايا واحد الطبيعة خلابة جدا خلابة كما تتشوفوا هنايا. بغينا نوقفوا في واحد البلاصة زوينة تيقولوا لها Garden of Gods، ولكن قلنا حتى نرجعوا حدائق الآلهة الله يسمح لهم موسى. المهم هنايا واحد البلاصه زوينه، لذلك بغيت ناخذ فيها واحد الفيديو باش تشوفوا الطريق وهاد الجبال ديالهم كي دايرين والجو كي داير. لذلك غناخذ واحد الفيديو هنايا، نتمنى يعجبكم اخوتي. كما تتشوفوا واحد المنطقه جبليه لهيه، تنعتذر حيت كاينه الشمس اونفاس معايا، لذلك غادي تشوفوا الفيديو شويه مظلم. So over here there is cliff dwellings. So that's where the old Indians used to live. Oh, I think we've been here before. No. To the cliff dwellings? Yeah. No. No. I've been there before, but you haven't. And then the Cave of the Winds, that's like a cave carved inside the rock. So what about the place that last time we visited? You said this is Indians too. Where? كما تشوفوا واحد منطقة جميلة جدا اخوانات، كنعتذر منكم، كنت نهضر مع المدام، خوكم راه ما سايقش، راه مازال خوكم غير باقي جديد في هذا العالم هذا. So where are you going right now? Go down there. Yeah. Okay. نتمنى نخليكم اخوتي دابا، وغادي نمشيو لواحد البلاصه زوينه اخرى، وغادي نقدر ناخذ فيها فيديو اخر باش تستمتعوا بداك المنظر. وشكرا على التتبع ديالكم، وحتى الفيديو اخر جديد.